يحيى الكومي رئيس النادي الاسماعيلي بيهرج، والله العظيم والله العظيم بيهرج، والله العظيم بيفكرني بالعباره بتاعت زكي طليمات في الفيلم بتاع ناصر صلاح الدين، لما بيقول له يعني لما كان رايح له برساله للناصر صلاح الدين، فقال له قال له ايه؟ لم يرسلني تابعا مخلصا وانما ارسلني منتصرا ومش عارف ايه بتاع، فلما قال له هذا الراجل لا يحب ريتشارد. يحيى الكومي تابع البيان اللي مطلعه النهارده، كتب في المهندسين ومتعقبه، لم يكتب في الاسماعيليه، ومجلس الاداره ما يعرفش عنه حاجه خالص، ومجلس الاداره مش طايقه خالص. يعني ايه انسحب يا عم؟ تنسحب من ايه؟ من الكاس؟ طب ليه يا عم تنسحب من الكاس؟ قال لك اصل هم حطوا الاهلي على راس مجموعه والزمالك على راس مجموعه، طب ما ده اللي حصل السنه اللي فاتت، اول وثاني الدوري، بس الاهلي كان اول المجموعه الاولى والزمالك كان المجموعه الثانيه، الاهلي كان البطل. السنه دي الزمالك هو البطل الدوري، فالزمالك على اول مجموعه والاهلي على مجموعه، والثالث والرابع اتعملت قرعه، واحد هنا وواحد هنا، ايه اللي حصل جديد؟ ما الجديد؟ ما الجديد يا عم الكومي؟ طب انت راجل بتاع غاز، ايه اللي قعدك على البوتاجاز؟ انت بتاع غاز، ايه اللي يجيبك تقعد على البوتاجاز؟ الاسماعيلي ده نار، الاسماعيلي دي فرقه كبيره، انت ما ينفعش تديرها ولا ينفع يعني يا راجل، ده انت خليتها في المركز ال 16 يا يحيى، يا يحيى ده كلام يا يحيى، يا يحيى ده كلام يا يحيى، خربت الاسماعيلي وجبته كتاف يا يحيى، وفي الاخر تقول لي هنسحب من الكاس. طب انت عارف انت بتنسحب من الكاس ليه؟ قال لك عشان قرعه موجهه. يا نهار اسود يا بيه، في اي تصنيف في اي بطوله بيتم التصنيفات؟ في ده في في بلاش يا سيدي، هقول لك على موضوع بس انت ما رحتلوش، اقول لك دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه مستوى اول ثاني ثالث رابع وفقا لنتائجهم مع البطولات، فتلاقي ده كاس اول، ده ثاني، ده ثالث، ده رابع، عشان كل مجموعه فيها اربع فرق. يا سيدي بلاش، اقول لك ايه بس، ما انت مالكش في الكوره، انت ليك في الغاز. عاوز اديك مثل قريب منك يا اخي، انت مالكش في الكوره والناس بتوجهك لمصالحها مش لمصلحتك، لدرجه انك في البيان بتاعك بتضرب في الرابطه، يا رابطه مالها؟ ده الكاس مسابقه تنظمها الاتحاد، ينظمها اتحاد الكوره مش الرابطه، انت بتضرب في رابطه الانديه ليه؟ عشان تعرف ان البيان كتب في المهندسين او متعقبه او في شارع احمد عراب، مش انت اللي كاتبه، لانك ما تعرفش حاجه اصلا في الكوره. لازم تصنيف، فبنعمل اول مجموعه تاني مجموعه، ماشي يا عم. طيب نشوف القرعه ونشوف يحيى الكومي، ها وكوميديا يحيى الكومي، انا بحب يحيى الكومي جدا، صاحبي وحبيبي، بس ملوش في الكوره. قلت له يا يحيى خليك في الغاز، بدل يا ابني ما تقعد على البوتاجاز وتبقى مش فاهم حاجه والناس تتلاعب بيك. انت النهارده بتقول الزمالك، انت الاسماعيلي هيلاعب الزمالك، وبعد كده الفايز منه هيلاعب المصري واسترن كامباني. طب ماشي يا عم، الزمالك اول دوري، انت تصنيفك الكام؟ اصل برضه بيقول لك ايه مجموعه الزمالك قويه، ماشي، تصنيفك الكام؟ ترتيبك كام في الدوري؟ ال 16. مش مكسوف؟ الاسماعيلي طول عمره في المربع الذهبي، انت جبته كتاف، جبته كتاف ليه بقى؟ انك بتتعامل مع الاسماعيلي على انه ورده في عروه الجاكيت، انا رئيس الاسماعيلي. يا عم رئيس الاسماعيلي خليه بقى فوق، ادفع، وقف الفرقه على رجليها، ادي الناس حقوقها. لكن اتنى انا بهبط في الفرقه كده؟ طيب اللي هيكسب بالزمالك والاسماعيلي يلعب مين؟ يلعب المصري او استرن كامباني، عشان بس بقول لك ايه مجموعه اللي الزمالك قويه. طب المصري الكام؟ ال 13، واسترن كامباني ال 18. طب يا عم الزمالك اهوت بدول كده بقى في قبل النهائي، طب في قبل النهائي يلعب مين؟ يلعب بيراميدز الثاني، او سيراميكا كليوباترا العاشر في الدوري، او انبي التاسع، او البنك الاهلي السابع، امر طبيعي جدا، امر طبيعي جدا، امر طبيعي جدا. فيقول لك القرعه موجهه لصالح النادي الاهلي، بقى في لوبي كده عاوز يهق. وبعدين ايه بقى؟ يقول لك ايه ورابطه الانديه؟ يا عم دي بطوله الكاس، الله يخرب بيتكم، اتعلموا. يعني حد عاوز يهاجم احمد دياب او رابطه الانديه فيقوم مدخل لك يا عم ده عامر حسين عامل القرعه والناس حاضر، مندوب الزمالك حاضر، مندوب الاهلي حاضر، مندوب الاتحاد حاضر، مندوب كل المندوبين حاضرين. انت عاوز تعمل ايه يا يحيى؟ يا يحيى مش كده. الكارثه بقى ان ايه؟ بدات دلوقتي صفحات، الصفحات البيضاء تروج، او اللجان الالكترونيه تروج ان بيراميدز هينسحب من الكاس هو كمان بحكم توجيه القرعه. الناس في بيراميدز بيفهموا في الاداره وفي القرعه وفي الكوره، وبتوع كوره مش بتوع غاز يا يحيى. قال لك طب ازاي يعني؟ ما هو لازم يبقى في اول مجموعه واول مجموعه، ما انا نعمل نحط ال 16 مع بعض، الفرقتين مع بعض،
ازاي يعني؟ طب البطوله الحاليه خلينا بس نتكلم فيها. هو الزمالك قابل مين في قبل النهائي؟ اسوان. اسوان ده كان ايه؟ كان في الدرجه الثانيه ووصل لقبل النهائي. طيب الاهلي او البيراميدز بكره هيقابلوا مين؟ هيقابلوا بتروجيت اللي اصلا فين؟ درجه ثانيه. اذا انت ما تقعدش طالما انت مالكش في الكره يا يحيى ما تبوظهاش يا ابني، والله ما تبوظها. والناس في الاسماعيلي زرد الاسماعيلي قال لك ما نعرفش حاجه عن هذا القرار بتاع الانسحاب، القرار فردي. مطالب دلوقتي في الجمعيه العموميه بسحب الثقه من يحيى القومي، قال لك مش قيمه ولا مكانه النادي الاسماعيلي الانسحاب من البطوله. قال لك الزمالك كمان هيقدم اعتراض. اشرب ميه عشان الموضوع ده يضحك. قال لك الزمالك هيقدم اعتراض للوزير. الوزير دلوقتي بقى للاسف الشديد جدا هو طريق الزمالك لاتحاد الكوره او الرابطه. يعني زيك ما بيتعاملش مع الاتحاد الكوره كمان. ليه؟ لان هو بيقول لك عاوزه يمشي. فرد في المنظومه كلها عاوز يمشي اتحاد الكوره. ليه؟ لان هو مزاجه كده يا اخي. رغم ان اللي حصل امبارح ده واستقاله رئيس لجنه التراخيص لرفضه تزوير رخصه الزمالك في المشاركه الافريقيه. كل دي ضغوط، ما بقاش بنتكلم كوره ولا رياضه ولا لوائح ولا قانون. بقينا نتكلم صوت عالي وضغوط ولجان الكترونيه وضغط على الناس. طيب يحيى القومي خد القرار ده، الناس في الاسماعيلي قالوا ما نعرفش حاجه عنه. طب قيمه النادي الاسماعيلي العظيمه وجماهيره المحترمه ان كل اسماعيلي في مركز 16؟ يا يحيى ده انت مفترض تستقيل لانك مش عارف تدير. لان اللي بيحصل في الاسماعيلي ده كارثه. انت مسؤول عنها انت ومجلس ادارتك، بس اللي انا عارف ان قراراتك فرديه. فمفترض تروح، انت اللي تستقيل. مش تقول الاسماعيلي ينسحب. يبقى القرعه لازم تبقى موجهه اول مجموعه هنا وهنا، مجموعتين اهو. هنا وهنا. طب ما قلتوش الكلام ده ليه مع احمد مجاد السنه اللي فاتت؟ ليه ما قلناش الكلام ده السنه اللي فاتت؟ طب ليه ما بنقولوش الاتحاد الافريقي؟ طب ليه ما بنقولوش الاتحاد الدولي لما بيعمل تصنيف؟ احنا عندنا دلوقتي فوضى فوضى واطراف متعدده ترغب في تعكير الصف في كره القدم. ترغب في افساد كره القدم، مع ان يجي يقول لك ايه دخل لك الاهلي في جمله، يقول لك القرعه موجهه للاهلي. طب افهم يا عم الموضوع ايه؟ طب افهم يا سيدي الموضوع ايه؟ طب انت مالكش في الكوره ولا الرياضه، واي حد يقول لك اي كلمتين تقوم عاملهم في بيان وخلاص. الاسماعيلي ينسحب عشان القرعه موجهه؟ طب ما لازم تبقى القرعه موجهه، لازم في اول وفي وتاني، راس مجموعه وراس مجموعه. لكن نقول كلمه الموجهه دي كانها حاجه عيب، كانها حاجه حرام. ما هو الاول والتاني لازم. طب الزمالك لما يبقى تالت او الاهلي لا قدر الله يبقى تالت، مش هيبقى موجود هنا ولا هيبقى موجود هنا، وارد يتقابلوا في اي مرحله. ماشي الحال؟ فلازم اصلا يحيى القومي يفهم يعني ايه رياضه، يعني ايه قرعه، يعني ايه مسابقه، ولازم ما يديش ودنه لحد تاني. وعيب قوي ان الاسماعيلي يبقى العوبه في ايدي البعض لتصفيه حساباته. عيب عيب. وانا اربأ بالمهندس يحيى القومي صديقي الغالي الغالي والله والله صديقي ان هو يعمل كده. انت مش عارف حاجه اسال، ما انت كنت زمان بتسال، دلوقتي بقيت علامه ولا بتاخد اي كلام يتقال لك وخلاص؟